المباراة مباراة ثقافية، مباراة وعي. فإن رأيت أناسا نسبوا شكليا إلى الله ثم غلبوا ولم يغلبوا، فقول إن قولكم إننا جند الله وحزب الله كلام فيه مبالغة وفيه شك. اللي أقصده لما تقرأ القرآن إيه؟ أن النصر دائما شيء مفاجئ. اوعوا حد يضحك عليك، اوعوا تقعوا في الفخ، اوعوا تفرطوا في الشرعية. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في قناتكم الوعي الإسلامي. في هذه الحلقة نوضح أن 99% ممن يطرحون مبادرات ومواثيق ومش عارف إيه وما إلى ذلك، إما أنهم دجالون أو مخرفون، وهدفهم كما سنوضح هو التنازل عن الشرعية ومنع الشرعية. هي أن 85 مليون مسلم ينتخبون حاكمهم، ينتخبون مؤسستهم المنتخبة، هؤلاء يرفضون ذلك. وكل هذه المبادرات التي ترونها ويتقفضون من شاشة إلى شاشة وما إلى ذلك، بهدف أن المسلمين، يا مسلمين انسوا أنك تحكموا مصر، والأمريكان هم سيختارون لكم العلماني العميل الجديد، سواء كان هذا العلماني الليبرالي شيوعي عسكري. العلمانيين قد يكون شيوعي أو عسكري أو ليبرالي، وسنوضح ذلك. أولا، عشان أي واحد يطرح مبادرة لابد أن تكون معه قوة عسكرية على الأرض مبدئيا. لابد أنت لما يجي صابر يقول أنا بطرح مبادرة اليوم للمصالحة بين معسكر الشرعية والعسكر، لابد يكون صابر ده عنده قوة مسلحة على الأرض، قوة عسكرية مسيطر له على 7-8 محافظات أي حاجة. إذا لم يكن الشخص الذي يطرح المبادرة معه قوة عسكرية، تعرف أنه رجل مهرج. الأمر ببساطة شديدة، تعالوا نضرب مثل قريب لنا. الأزمة في سوريا، ثورة مسلمي سوريا لتحريرها من النفوذ الشيعي والاحتلال الروسي والأمريكي والشيعي. النهاردة لو جه صور مشهور طرح مبادرة من أجل حل الأزمة في سوريا، وأولا أن ينتخب الشعب السوري رئيسه، أن يرحل بشار، أي حاجة بقى، أكتب أي حاجة في أي حاجة، هل سيعيرني أحد أي اهتمام؟ أبدا. يعني ليه؟ لأن أنا ليس لي قوة عسكرية موجودة، ما عيش قوة عسكرية. واحد ماشي في الشارع بيقول أي كلام، حد يهتم ولا حد يهتم. تعال بقى أمريكا تطرح مبادرة لحل الأزمة في سوريا، كله هيتم ولا مش هيتم؟ كله هيتم، بما في ذلك تنظيم الدولة السامية الذي لا يعترف، بيقول لك مش هتفاوض مع الأمريكا، هيتم أيضا. ليه؟ لأنه أمريكا مع قوة عسكرية مسلحة تملك أن تضع مبادرتها موضع التنفيذ بالقوة العسكرية على الأرض. يعني القوة العسكرية هنا بتبقى دورها إيه؟ تنفيذ هذه المبادرة على الأرض، أو استخدام القوة العسكرية كورقة ضغط. طب تعالى يا سيدي، أمريكا بتعتبر جبهة النصرة إن تنظيم إرهابي، افترض بقى إن جبهة النصرة طلعت مبادرة لحل الأزمة السورية، الأمريكان سيهتمون بها أم لا؟ سيهتمون. إذا كان النهاردة لبنان اللي هي بتحكمها المسيحيين والشيعة بتعمل مفاوضات مع جبهة النصرة، وبشار العلوي بيعمل مفاوضات مع جبهة النصرة، لماذا؟ لأنه هنا جبهة النصرة صنفها إرهابية ولا مش إرهابية، لكن قوة عسكرية، فلو طرحت مبادرة سيؤخذ بها. روسيا لو طرحت مبادرة في سوريا ستكون موضع اهتمام الجميع، لأن لها قوة عسكرية. إيران لها قوة عسكرية، تركيا، السعودية لهم نفوذ، ويعني تمام. إذا مناط إن أي حد يجي يطرح مبادرة تسأله الأول، تعالى يلا أنت معك قوة عسكرية على الأرض، يقول لك لا، قول له طب امشي يلا، مش ما تضيعش، مش فاضيين يا ابني، مش فاضيين، ضاع وقتنا معاك، روح العب يا حبيبي، العب عند ست والدتك يا بابا. معاك قوة عسكرية، تعالى بقى انت ايه بقى المبادرة بتاعتك يا كتكوت، ونقعد بقى نتفاهم. على سبيل المثال الوضع في فلسطين المحتلة، غزة حماس مع ابو مازن بتاع اسرائيل. لو عسكر الصليب في مصر اللي هم بياخدوا تعليماتهم، اللي هم جزء من الجيش الاسرائيلي والجيش الامريكي، لو طرحوا مبادرة، كتائب القسام الاسلامية هتهتم بالمبادرة. ليه؟ لان عسكر الصليب قوة عسكرية.
هيملكوا يفتحوا المعبر يقفلوا المعبر، قوى عسكريه تستخدم ايه؟ كاداه ضغط. فاذا الشرط الاول لطرح المبادرات هو ان يكون الذي يطرح مبادره معه قوه عسكريه لتنفيذها على الارض او الضغط لتنفيذها. اذا لم يكن معه قوه عسكريه، تعرف بقى ان هو تعال انت مين يقول لك انا الشخصيه العامه الفلانيه؟ هو في ايه الشخصيه العامه؟ ايه معيار الشخصيه العامه؟ ما انا شخصيه عامه وتركان شخصيه عامه وتركان وايه المواطن العادي ما هو شخصيه؟ هو مين شخصيه عامه ومين مش شخصيه عامه؟ فيش حاجه اسمها شخصيه عامه وشخصيه، ده كلام نحكوا لك الرموز الوطنيه والرموز البدنجانيه والرموز الرموز مين وبتاع مين شويه ايه رموز وبتاع. الشعب هم الرموز والشعب هم الشخصيات العامه. انما هو كده اللي يطرح مبادره يا جماعه يجي يقول لك سعد الدين ابراهيم، سعد ابراهيم شيوعي مركزي حارب الاسلام طول عمره، طرح مبادره، وتلاقي قنوات الضلال تخصص ساعات لمناقشه ذلك. طب هم بقى الناس ديت ايه الهدف من مبادرتي؟ شوف بقى احنا لا محتاجين مبادرات ولا عاوزين مبادرتي. انت ولا مؤاخذه دخلت الشقه لقيت واحد ضابط جيش ولا بتاع بيغتصب مراتك المسلم، تيجي تجيب الشخصيه العامه فلانيه سعد، ايه مبادرتك يا دكتور سعد؟ ايه مبادرتك يا دكتور مش عارف قاعد فين في باريس؟ ايه مبادرتك يا دي يا علماني يا دي يا ليبرالي؟ لا طبعا ستتصرف فورا يا بيه. تقول لها استني يا مراتي هروح اشوف مبادره، اشوف حد يعمل مبادره، ده انا اوريك السفاله بتاعتهم. انما الامر انت عسكر الصليب احتلوا مصر، عسكر الصليب دخلوا اراضي المسلمين تمام اللي هي مصر المسلمه واقتحموا قصر الحاكم المسلم المنتخب اللي هو محمد مرسي في هذه الحاله، ممكن كان يكون ابو اسماعيل خيرت الشاطر بس معود عصام سلطان اي حد، واسر حاكم المسلمين. الحاله دي مساله واضحه، نحرر حاكمنا المسلم، نحرر مصر المسلمه من هذا الاحتلال العسكري الصليبي، شكرا. هي محتاجه بقى مبادرات ومش محتاجه، مش حزب بيرما يعني. هو الرسول صلى الله عليه وسلم قاعد يعمل مبادرات في فتح مكه؟ راح الرسول راح في غزوه بدر قال لهم تعالوا نعمل مبادره في غزوه احد، تعالوا نعمل مبادره مع الكفار. الانجليز لما جم يحتلوا مصر قالوا يا عربي تعالوا نعمل مبادره. ما انا عاوز اوريك ان الناس ديت ناس اما جاهله يا اما منافقه يا اما دجاله، ناس بتعمل دجل. وهو بقى كل المبادرات بتاعتهم دي ايه؟ موجهه لمين؟ للعسكر؟ لا، هو العسكر بيسمعوهم. انت هات ضباط الجيش واساله، ولا تسمع، مش هقول لك تسمع مبادره فلان ولا مبادره علان ولا مبادره تركان، قول له تسمع عن شخص فلان ولا يسمع. ضباط الجيش ما يعني الشخصيات العامه عندهم صفي ناز، سعد الصغير، فيف الرقاصه، دينا مش عارف ايه، مبادره مين وبتاع مين والكلام فاضي. الناس بتهرج، الناس دي بتهرج. فضباط الجيش، فالمسألة المبادرات دي موجهة مين؟ موجهة للمسلمين اللي هو المدنيين ال 85 مليون مسلم. بقول لهم في المبادرات بقى، ما انا عايز اريك بقى ان المسألة دجل في دجل. بقول لهم ايها المسلمون ليس من حقكم انتخاب مؤسسكم المنتخب، اي مؤسسة انتوا انتخبتوها لاول مرة 200 سنة تنازلوا عنها. انتوا انتخبتوا رئيس مسلم اسمه محمد مرسي وحش، انتوا شعب ما بيعرفش يختار. طب لو كنت انتخبت ابو اسماعيل، ما كان لو كنا انتخبنا كان سيحدث عليه انقلاب عسكري، ولو كنا انتخبنا خير الشر كان سيحدث عليه انقلاب عسكري، ولو كنا انتخبنا عصام سلطان كان سيحدث عليه انقلاب عسكري. وكانوا سيقولون ابو اسماعيل ودنا في ده، وكانوا سيقولون عصام سلطان. المساله هنا ان هو الرساله ايه؟ ايها الشعب، ايها المسلمون، انتم ناس ما تعرفوش تختاروا حاكمكم وتسكتوا، واحنا القوى السياسيه، احنا القوى السياسيه والرموز الوطنيه هنختار لكم مين هيحكمكم. طبعا مش هم اللي اختاروا، الامريكان هيختاروا، وانتوا 85 مليون ابصاموا. فكل هذه المبادرات هدفها ايه؟ انها يعمل لك الهاء عن معركتنا الاصليه مع العسكر. النهارده مين اللي بدل ما الناس تتكلم عن العسكر وتسريح العسكر وجرائم العسكر والعسكر لا يملكون اسلحه والعسكر يعني سايبين حدود البلد مفتوح والعسكر غير قادرين حتى على حمايتها ودي ميليشيا احتلال وعلاقه العسكر بالكنيسه، بدل ما الناس تتكلم عن هذا وماذا يقول القران الكريم في التعامل مع العسكر، لا المسلمين هيتكلموا في الحاجات دي. ياتي هؤلاء الدجالون والمنافقون يقول لك لا لا تعال نعمل لهم اشغال. يا جماعه ايه رايكم في المبادره دي؟ ايه رايكم في الميثاق ده؟ ايه رايكم مش عارف في نعمل كذا؟ ايه رايكم نلتف حوله؟ ايه رايكم نلعب؟
ويتم تشتيت وحرف أنظار المسلمين. خلي بالكم لما قامت ثورة 25 يناير قام المنافقون بحرف أنظار. إيه هدف الثورة؟ هدف الثورة الوصول للحكم. هدف الثورة الوصول للحكم. اللي يقول لك احنا مش هدفنا وصول الحكم يقول له خلاص روح اقعد عند امك. احنا بقى هدفنا وصول الحكم، مش دي بلدنا ومن حقنا ان نحكمها؟ 85 مليون يحكموها؟ ايوه هدفنا الوصول للحكم. في ايه؟ احنا قمنا بثورة 25 لماذا؟ لكي نصل الى الحكم قولا واحدا. فجاء المنافقون الحركات اياها والائتلافات مش عارف ايه اللي عملها المخابرات وقال لك ايه بقى؟ القصاص، جمعة القصاص اولا، جمعة مش عارف ايه اولا، جمعة ايه؟ جمعة محاكمة الفقراء اولا. هدفه ان هو ايه؟ يحرفك عن الوصول للحكم، الوصول للحكم سواء من خلال الانتخابات او تسريح العسكر. ده هدفه. زي كان يقول لك الانتخابات لا، ده لاحظتوا اللي كان يقول لك الفقراء اولا والقصاص اولا والكلام ده كله كانوا يقولوا الانتخابات لا، وحالا برضو الذين يقولون القصاص اولا والشهداء واطلاق سراح المعتقلين يرفضون العوده للشرعيه. ليه اصلا؟ لما احنا نرجع للشرعيه ما طبيعي هنقتص الشهداء، ولما نرجع للشرعيه هنفرج عن الاصل. انما انا هعمل حلقه بقى وثائقيه ان هؤلاء يتاجرون بالشهداء ويتاجرون بالمعتقلين ولا عاوزين قصاص ولا عاوزين يطلعوه. وهعمل حلقة والله بالوثائق على قناة العالم الأسود العسكر، قناة الوعي الإسلامي، الأحداث الجارية، قناة العالم الأسود العسكر، الوثائقيات الخاصة بالعسكر. فالسنة الأولى من ثورة 25 يناير ضاعت في إيه؟ في جمعة الفقراء أولا وجمعة أم أحمد بعدين. فثورة 25 يناير أول سنة ضاعت في إيه؟ في الجمعة إياها الفكسانة، الشهداء أولا والقصص أولا. لما الأخ مرسي مسك الله يفك أسره ضاعت سنة حكمه في ايه؟ في جبهة الانقاذ والحوار الوطني وممكن اروح لكم البيت. وضعنا في وضع الدستور والكلام الفاضي. الدستور ايه اللي احنا ضيعنا وقتنا فيه؟ احنا كنا نمتلك القوة، كنا نبني جيشا، والدستور ده كان اخر حاجة. لكن لان احنا دماغنا ملعوب فيها، دماغنا ملعوب فيها من المخابرات وعملائهم. الدستور اذا وضعنا دستور كده هننطلق للامام. طب احنا ضعنا الدستور حصل انقلاب عسكري، انه اذا امتلكنا القوه هنحط الدستور اللي احنا عاوزينه. فضعت السنه التانيه بتاع الرئيس مرسي في ايه؟ في الدستور. لما حصل الانقلاب العسكري ضعت السنه الثالثه من الثوره في ايه؟ في انه القنوات الضلال شغاله. شفتوا لمس قالت النهارده فلان يرد على مصطفى بكري، تركان يرد على احمد موسى، علان يرد على مش عارف مين. طب والعسكر يا جماعه؟ ده انتوا ما بتتكلموش عن العسكر. هو مين لميس ومين وريب عيسى ومين ومين ومين؟ دولكم برصات، انتوا سايبين الحمار وجايين تمسكوا في البردعه. يعني انتوا هو هي لميس عملت الانقلاب العسكري؟ لا، الضباط والدبابات اللي عملت الانقلاب العسكري. لو الضباط والدبابات سرحوا لميس هتهرب وابراهيم عيسى هيختفي. انما لو الدبابات والضباط بقوا والعساكر بقوا كده كل واحد محتلين البلد زي هم كده، لو مات ابراهيم عيسى سياتيك مليون ابراهيم عيسى. مات، ما هو هيكل مات يعني، وسامح سيف اليزل. ما هي البئر بئر عفن. اذا انت جففت هذا البئر وردمت اهو بئر العسكر ده اهوت، خلاص ما عادش هيطلع حشرات بقى وبق وصراصير وبلاوي سودا. انما ان انت قاعد تجري ورا فقعدوا فظلوا قنوات الضلال هذه ظلت تلفت تحرف انظار المسلمين عن العسكر. لميس، عكاشه، مش عارف مين، حزب البلاو، اي حاجه. ثم السنة الرابعة من الثورة التي نحن فيها ضاعت في ايه؟ الالتفاف الواطي والاصطفاف والبتاع يا سيد العسكر قدامك سواء المبادرات. فكل هذا دجل في دجل ونفاق في نفاق. هدفه ولو دات 90% اللي يعملوا المبادرات والكلام الفاضي بتاعهم ده تجدهم. الجيش المصري كويس، الجيش المصري فيه شرفاء، لابد ان نحافظ على مؤسسات الدوله، العسكر والشرطه والقضاء. طب ده انتوا ما تقفوا مع السيسي بقى بالمره، نجيب لكم البراده يحكم ما فيش مشكله، نجيب لكم علماني ثاني يحكم. هي دي كل مشكلتكم؟ اهم حاجه مشكلتكم ارضاء الامريكان. ومشاهدينا انتظرونا في حلقات اخرى على قناتكم بالوعي الاسلامي، وسنخصصها لي
وسنخص حلقة وثائقية كيف أن المخابرات الأمريكية بتتحكم في مسار الثورة وفي قيادة الثورة وفي دفة الثورة، ودي التحكم عن بعد. يعني أنا الله أعلم هل هي مأجرة ناس ولا مش مأجرة، أنا ما اخترقتش اتصالات المخابرات الأمريكية عشان أعرف، ولكن بتحدث التحكم عن بعد. زي ما اليهود كده خلوا دفعوا الرئيس مرسي أنه يعين السيسي وزير الدفاع دون أن يدري أنه عميل اليهود والإسرائيليين. فانتظرونا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشترك في قناتنا العالم الأسود للعسكر لتتابع الحلقات الجديدة. نلفت عناية مشاهدينا الكرام إلى إطلاقنا قناة إضافية على يوتيوب تحت اسم الوعي الإسلامي، تتناول الأحداث الجارية بالشرح والتحليل بعيدا عن محظورات الإعلام التقليدي مع العديد من الشخصيات، فتابعوها.